للموضوع عندما لنا من بيروت الدكتور خليل حسين، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. أهلا بك معنا دكتور. يعني هل يمكن لهذه المناورات أن تردع كوريا الشمالية، أن توقف تسلحها برأيك؟ يعني أعتقد بأن كوريا الشمالية تبحث الآن عن مخرج لها بعد هذا التصعيد غير المسبوق، أو يعني التصرف الكوري غير المسبوق. أعتقد بأن التجربة النووية السادسة التي يعني قامت بها منذ أسبوعين هي رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا كيانا معا، وهي بحاجة إلى مخرج ما، باعتبار أن وضعها الاقتصادي أولا، ومن ثم العزلة الدولية ثانيا، ومن ثم يعني بحاجة إلى نوع من المدخل إلى علاقات دولية جديدة. وبالتالي الذي تقوم به حاليا هو محاولة إيجاد أطر للتفاوض مستقبلا كما حدث في منتهى العقد الماضي. نعم، طيب ماذا بالنسبة لدخول موسكو أيضا في هذه التدريبات، هذه المناورات؟ هل هي رسالة تخلي عن حليف قديم؟ يعني أعتقد طبعا موسكو حاليا بحاجة إلى العديد من النقاط خارج يعني آسيا أو شرق آسيا، هي بحاجة لمواطئ قدم في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو غيرها من المناطق. وبالتالي من الممكن أن تكون روسيا أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على الوضع الكوري مقابل يعني مناطق أخرى يمكن أن تكسبها. أعتقد أن حسابات روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية لا ترقى إذا جاز التعبير إلى إمكانية مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل كوريا الشمالية. أعتقد بأن روسيا والصين حاليا هي في مرحلة تراجع عن يعني الحلف أو إمكانية الشراكة مع كوريا الشمالية، بعدما يعني سلسلة الحماقات التي ارتكبها كوريا الشمالية على الصعيد الدولي، وخاصة يعني تحدي الشرعية الدولية بهذا المستوى. نعم، طيب دكتور، تهور بيونغ يانغ كيف سينعكس على كوريا الشمالية بنفسها بالمرتبة الأولى؟ يعني أعتقد بأن يعني كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف بمعزل عن القرار الأمريكي، وهذا دفع إضافي من قبل واشنطن لإمكانية يعني محاولة إرضاخ كوريا الشمالية للشروط الأمريكية بالتحديد. وبالتالي لكن أنا قصدت أنه تهور بيونغ يانغ كيف سينعكس على كوريا الشمالية نفسها؟ طبعا لا، كوريا الشمالية طبعا التهور هو إلى مزيد من السوء. يعني كوريا الشمالية المنفذ الاقتصادي الوحيد هو الفحم الحجري الذي تستغله الصين، وهو يشكل 90% تقريبا من يعني الدخل العملات الصعبة إلى كوريا الشمالية. وبالتالي حاليا الصين هي يعني ماشي إذا جاز التعبير بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن، وهي متوقفة عن استيراد الفحم الحجري من كوريا الشمالية. وبالتالي كوريا الشمالية تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، وإذا استمرت بهذا المنوال طبعا سيكون يعني أزمات اقتصادية متلاحقة، وبالتالي أزمات يعني سياسية على النظام، بصرف النظر عن النظام القمعي إذا جاز التعبير أو الديكتاتوري الذي يحكم به الرئيس الكوري شمالي كوريا. وبالتالي مزيد من المتاعب التي لا يمكن تواجهها بسلاسة أو بأقل الخسائر الممكنة. طيب دكتور خليل، هل هناك أي تقارير تفيد بتنازل كوريا الشمالية عن طموحاتها مقابل عودة السلم لشبه الجزيرة الكورية؟ لا أعتقد، يعني هناك النظام الكوري الشمالي يعني أعتقد أن الذي يعني يبقيه على الأقل واقفا على رجلين بالنسبة لكوريا الشمالية تحديدا هو مزيد من التهور والتحدي إلى آخره. لكن أعتقد بالنهاية الاقتصاد هو الذي يحكم وليس أي شيء آخر، وبالتالي يعني الطموحات هي مرتبطة بإمكانية الإنتاج وإمكانية الاستمرار في تنفيذ هذا النظام. وبما أن الاقتصاد أعتقد يعني وصل إلى محل لا يمكن يعني التمادي الكوري الشمالي معه، أعتقد بأنه يمكن أن يقف عند حد، وتبقى المسائل الظاهرة في العلاقات الدولية هو تحدي ليس أكثر وليس أقل. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور خليل حسين، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.